سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في أول حلقات عام عشرين وعشرين، كل سنة وأنتم طيبين، عام مبارك عليكم جميعًا ومليء بلمسات الرب وتعاملاته القريبة وإعلاناته لحياة كل أبناء وبنات الرب. بصلي ان السنة دي تكون عام خلاص لأهلنا وأحبتنا وإنه يكون أيضًا عام نصرة على كل ما يعيقنا عن حياة أفضل وأقرب من الرب يسوع الرب يسوع الذي هو أبرع جمالا من كل بني البشر بصلي أنه يشرق عليكم بنور محبته الإلهية اليوم أمين حلقتنا النهاردة بقى بعنوان ها أنا ذا صانع أمرا جديدا في العام الجديد دايما بنتطلع للمستقبل اللي ممكن يكون مرتبط في أذهاننا أو في الواقع بارتباط ايجابي او ارتباط سلبي بالقديم اللي عشناه قبل كده النهارده هنتحدث عن رؤيه الله للمستقبل من خلال عمله وكلماته لكن دلوقتي زي ما عودتكم عايزه اتنقل بيكم لفقره خبر الاسبوع وخبر الاسبوع الحقيقه في في أول برنامج في العام الجديد هو خبر صار جدا أنا بعتبره خبر العام كله في الحقيقة لأنه هيكون احتفال دائم طول العام هنشارككم بيه ونشاركه معاكم مش بس على برنامج المرأة المسلمة ولكن كل فريق قناة الحياة وكل برامج قناة الحياة لأن 2023 هو العيد العشرين لقناة الحياة وبالمناسبة دي بقى عندي ضيف عزيز وهو الحقيقة صاحب بيت مش ضيف اتصل النهارده علشان يعيد عليكم أولا ويشارككم بالأخبار السارة دي الأخ هارون إبراهيم مؤسس ومدير قناة الحياة أهلا بيك أخ هارون كل سنة وأنت طيب وأسرتك وفريق قناة الحياة في نعمة المسيح أهلا بيك يا أخت أماني شكرا وكل عام وأنتم بخير لكل المشاهدين طبعا للي بيحتفل بعيد الميلاد الشرقي والعيد الميلاد الغربي وراس السنه وكل الاعياد اللي ال... في, ال... في الوقت ده يعني شكرا امين آه شكراً, شكرا على التقديم شكرا على التقديم ولكن خليني اقول انه لست آه لست لس و... لس و... وحدي مؤسس و... قناه حياه نعم انا مدير قناه حياه ولكن تم تاسيس هذه القناه من قبل عده اشخاص ومؤسسات واعتقد انه لا أنا لا استطيع ان انسب هذا لشخص واحد او لي, لي. أه ولكن هذا عمل جماعي نعم أه انت الحقيقه دايما دايما بت... بتقول لنا كده انه ده عمل جماعي وده الروح اللي عندنا في الفريق بالفعل ويمكن السنه دي هتكون سنه الناس هتكتشف فيها اكتشافات اكتر عن بدايه قناه الحياه انت اكتر شخص بتعرف حجم العمل اللي بيعمله الرب من خلال قناه الحياه لانه احنا كل واحد مننا بيعمل في مجاله او برنامجه لكن في النهايه كل القصص والصوره الاكبر للعمل بيصب عندك بما أنه دي يعني رؤية كبيرة وابتدت في قلبك عايزة أسألك إيه شعورك النهاردة وإحنا في العام العشرين للقناة؟ آه شعور طبعاً الامتنان آه لرب الأرباب وملك الملوك الرب يسوع شعور بالامتنان أنه آه طبعاً عشرين عام مضت على آه تأسيس هذه القناة وليس قناة الحياة فحسب ولكن نحن نعلم بأن قناة الحياة هي جزء من مؤسسة الحياة لأن قناة الحياة هي بس المعروفة عند المشاهد العربي ولكن هناك مؤسسة اسمها مؤسسة الحياة ولدينا الأعمال أيضا مع الآخرين بما فيها الفارسي و التركي والداري لأفغانستان ونحن أيضا مشتركين مع إنتاج برامج لإثيوبيا والإندونيزيا وأيضا بالأردو للهند والباكستان وأشياء كثيرة جدا ف مؤسسة الحياة هي مؤسسة الحياة ولكن قناة الحياة هذا العام كما ذكرت هو العام العشرون نعم احتفال العشرون م -م. يعني اه شيء رائع ان احنا تفضل شيء رائع ان احنا نحتفل بهذا ليس لاننا نحتفل بمجهوداتنا ولكن نحتفل بما يفعله الرب من خلالنا بنا وايضا ما يفعله في العمل المرسلي المتجه إلى العالم الإسلامي أمين ودي من الحاجات اللي بتميز قناة الحياة أن إحنا ما عندناش نجم واحد يسطع ولكن نجم الرب فقط اللي يسطع في العمل كله لأنه العمل منه ولي حضرتك اديت لنا صورة كبيرة عن الصورة الأكبر لعمل مؤسسة الحياة لكن على القناة السنادي ماذا يتوقع المشاهدين السنادي يشوفوا معانا إيه رؤيتك عن اللي عايزين نوريه لمشاهدينا ونشاركوا معاهم السنة دي أولا أنا حابب أقول أنه ما سوف يشاهده مشاهدي قناة الحياة هو ما يشاهدونه على الشاشة من أولا الجرافيك حتى اللوجو يتم استخدام اللوجو بطريقه مختلفه الموسيقى مختلفات ولكن ايضا البرامج سوف يكون هناك برامج كثيره عديده موجهه الى مجموعات مختلفه ايضا سيكون في في هذا العام اختبارات لناس اختبروا نعمه المسيح اكثر من اي سنه مضت امين وايضا بحب اقول انه انه الناس راح تشوف ايضا اختبارات مش بس بالعربي اختبارات من اللغات الاخرى اللي انا ذكرتها زي التركي الايراني الداري الـ 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 الاردو الـ الـ الحلقات اللي هي احنا بنشوفها في اللغات الثانيه راح نعمل اختبارات نترجمها بالعربي امين دي اخبار رائعه جدا شكرا انه انك اديتنا الاخبار الحلوه دي عشان نبتدي السنه ب بفرحه كبيره هنشوف فيها اللي ربنا عمله طول السنين اللي فاتت و ورؤيه جديده للمستقبل بقى يعني اللي هنشاركه طول السنه هيكون عن اللي فات لكن ايضا عن المستقبل بالرؤيه الجديده أنا بشكرك جدا لأنك أطعت الرب وصدقت الرؤية وأكملت العمل وما زلت بتعمل فيه الرؤية اللي ربنا اداها لك وإننا جزء من هذه الرؤية. لكن بما إن فكرة برنامج المرأة المسلمة ابتدت عندك وإنها دي كانت حاجة على قلبك جدا فأنا حابة إنه تصلي من أجل المرأة المسلمة في العام الجديد. طبعا بكل سرور حصل لي ولكن حابب اقول انه بتمنى انه المشاهدين يتوقعوا انه في هناك الكثير من الحلقات اللي هي راح تركز على حلقات خاصه باحتفال عيد ميلاد القناه وليس فقط مره واحده ولكن في في سبتمبر في يوم واحد تسعة <applause> راح يكون يوم تاريخي لأنه راح نكون نشوف اختبارات ناس أمنوا بالمسيح مع مداخلة بسيطة من مقدمين برامج لمدة 24 ساعة دون تكرار أي اختبار لأننا لدينا اختبارات أمين. كثيرة يس. Yes. أمين ده حيكون يوم رائع لنا جدا كلنا الحقيقة نعم خلاص <applause> اذا طيب يا رب اشكرك من عمرك القلب من اجل احساناتك ومحبتك يا رب وارشاداتك اشكرك يا رب لانك انت يا رب اعطيتنا فرصه ان نتكلم للمراه المسلمه اشكرك يا رب لانك اعطيتنا ايضا الرؤيه بان نبدا برنامج المراه المسلمه لنخاطب النساء ونعطيهم فرصه ان يسمعوا رساله الخلاص من خلال هذه القناة وأشكرك من أجل الكثيرات اللي, اللي قبلوا المسيح من خلال هذه الخدمة وأيضا يا رب نصلي عامة من أجل المرأة المسلمة في العالم أن تريد يا رب أن يعرفون الحق وأن يقبلون إلى الخلاص الخلاص الذي هو بدم يسوع المسيح الذي سكب على الصليب والذي مات من اجل كل البشر من اجل المراه المسلمه وقام في اليوم الثالث. اشكرك من اجل هذه الفرصه التي اعطيتنا اياها لكي نكون شركاء خدمه معك وهذا فقط نعمه منك ليس من فضلنا. لك كل الشكر والمجد والكرامه من الان والى الابد امين. امين. أمين أنا بشكرك جدا على كل شيء على كل ما قدمت وقيادتك للفريق كل هذه السنين لكن بشكرك على اللقاء ده بالذات وإلى لقاءات كثيرة أكتر كتير في برامج أكتر والمرأة المسلمة أيضا في العام الجديد شكرا أخي شكرا شكرا أماني وفي حلقة أخرى إن شاء الله أمين أمين أمين. طيب مشاهدينا الحقيقه يعني انا مش قادره اقول لكم قد ايه انا فرحانه باللي الرب عمله في الماضي لكن متطلعه جدا للي الرب حيعلمه لنا ويديه لنا وانتم و و و و بتشاركونا في السنه دي هتكون سنه خاصه انتم مشاهدينا من اهم العوامل اللي هتساهم في نجاح مهمتنا هذا العام. احنا دايما مهتمين بيكم بقصصكم بحياتكم بشهاداتكم لكن السنه دي قصصكم ومشاركتكم هتكون الصوره الاكبر والاوسع زي ما سمعتوا الاخرون قال ان احنا هنقدم اختبارات كم كبير من الاختبارات طول السنه. مش علشان نقول مش هنسمع قصص يعني انا انا عايزه اقول ان الاختبار هو تعليم لقدره الرب على تغيير الحياه وتغيير الظروف والمسيره الى الامام في حياه قريبه من الله فمشاركتكم هتكون الصوره الاوسع لتوضيح عمل الرب العظيم في وسطنا عايزين نسمع من العابرين عايزين نسمع من الباحثين وأيضا المتابعين المسلمين اللي بيتابعونا وبيتصلوا دايما أنا الحقيقة كنت بتحدث مع عدة, عدة عابرين الأسبوع ده كتير منهم بقالي فترة بتكلم معهم مثلا سنين في قصص يا لسه مبتديه قصص جديده يا دوب لسه بنتعرف على بعض قصص كتير بعضها جديد وبعضها من بدايه القناه ف تطورات القصص دي وتطورات حياه الناس بتوريك امانه الرب في الاخر مش عشان تسمع قصه حد فالقصص دي القديم والجديد احنا عايزين نسمع منكم مش لازم ابدا تكون صورتك على الشاشه لكن ممكن تبعت لي رساله على الرقم الموجود امامكم ده دلوقتي في كمان رقم واتساب اخر للدكتور اشرف وبرنامج عبر الكتاب تقدروا برضو ترسلوا عليه شهاداتكم وتواصلاتكم ف يعني ممكن تكتب رسالة بسيطة وممكن تبعت رسالة صوتية بسيطة وإحنا نغير الصوت ما فيش مشكلة انا عارفه انه ساعات بنبقى حساسين من اننا نشارك القصه او الاختبار علشان خاطر خايفين لحد يسمع صوتنا او يعرف احنا مين والكلام ده احنا حريصين جدا انه ده ما يحصلش لكن ايضا لازم انبه انه مشاركه الاختبار لازم تكون بسماح من الرب تبقى عارف انك عايز حاجة تقولها عشان تمجد اسمه مش عشان تحكي قصتك فقط فاحنا متطلعين جدا ان احنا نسمع منكم جميعا ودلوقتي بقى انتقل لموضوع الحلقة موضوع الحلقة النهاردة أه هيكون من جزئين الجزء الاول هي فكرة ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الحقيقه دي جزء من ايه في اشعياء 43 وانا بحضر للحلقه دي هتكلم هتكلم معاكم عن في الجزء الاول عن اللي ربنا ورهولي في كوعد بصوره اكبر للمؤمنين وخاصه لقناه الحياه ازاي ربنا عايزنا نشوف القادم الجزء الثاني هيكون يعني فحواه انه كيف يصنع الرب امر جديد في حياتك انت وانت اذا كنت عابر او مؤمن من اي خلفيه آآ آآ اسلاميه مسيحيه آآ يعني الله عايز النهارده يدينا نقله جديده يا جماعه الله هو ابونا ولازم نتوقع من الاب انه يتواصل معانا بالبركات وانه تواصله معانا يكون في زياده وانه قلبه مليان بحب اكبر. عمرك رحت لابوك او امك يعني ناهيك عن الاباء والامهات يعني مش امثله جيده لكن الاب الصالح والام الصالحه لما تروح لها لازم يبقى عندك سلام لازم تتبارك لازم تاكل لقمه حلوه لازم يعني تطلع دفيان. الرب يسوع بيكلمنا عن نفسه بنفس الطريقه دي انه اب وانه ام حنونه وانه قريب من الكل وانه قلبه كله خير وبركات لينا جميعا فانا نفسي انه السنه دي نقترب من الله بالتوقعات دي لما تكون رايح عند ابوك هتطلع متبارك والسنه دي ربنا عنده وعد خاص وبركه خاصه خلينا نشوف آآ آآ الايه بتاعه أشعية 4 43 18 و 19 اقرا لكم الايه بتقول كده لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتاملوا بها ها انا ذا صانع امرا جديدا الان ينبت الا تعرفونه اجعل في البريه طريقا في القفر انهارا وانا بعد الحلقه دي انا كنت متطلعة جدا ان انا اشارك معكم الاخبار السارة للعام الجديد زي ما قلنا و يعني بفكر في كل الترتيبات اللي جاية قدامنا السنة دي وانا قد ما انا سعيدة ومتشوقة للاحداث انا متشوقة اني اشوف ربنا عايز يعمل ايه كان الرب طول الوقت بيكرر في ذهني وقلبي الاية دي ها انا ذا صانع امرا جديدا فعرفت أنه ده وعد وإعلان من ربنا وفتحت الكتاب المقدس علشان أشوف الإصحاح كله بيتكلم عن إيه خلينا نشوف ال ال الإصحاح ال ال الآية اللي بعد كده برضو من نفس الإصحاح من بداية من الآية 16 بيقول كده الكتاب هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريق وفي المياه القوية مسلكا هنا ربنا بيفكر اولاده بالمعجزه او المعجزات اللي عملها لما اخرجهم من ارض مصر المخرج المركبه والفرس والفرس والجيش والعز يتجعون معا ولا يقومون قد خمدوا كفتيله انطفأوا صوره هنا عن اللي ربنا عمله لما شق البحر وعمل لهم طريقه ولما لما جيوش فرعون كلها ابتلعت في البحر لانهم كانوا ماشيين ضد شعب الله. ربنا كان بيديهم صوره لانقاذ عظيم معجزه لم يشهدها التاريخ ولا البشريه من قبل. لكن بعدها على طول يروح قايل لهم لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتاملوا بها. في الترجمات الاخرى بيقول انه ما تقعدوش يعني ما تكتروش القديم يعني ما تقعدوش بس تفكروا في القديم وتقفوا عنده. لإني هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. ألا تعرفونه في ترجمات أخرى بيقول أنت مش شايف اللي أنا بعمله؟ بص اللي أنا اللي أنا بعمله في القادم أهو بيحصل بينبت ويرجع يقول تاني أنا أجعل في البرية طريقا وفي القفر أنهارا. الله يعني بعد ما قال ما تبصش للقديم ما تقفش عند القديم بيرجع يقول لا ده انا عندي جديد وفي برضه اقدر اعمل نفس المعجزات واكتر كتير لازم اقف عند الحته دي شويه لما يكون الرب بيكلم شعبه اللي اخرجه من مصر بقوه بالشكل ده وبيفرجوا بيفكروا بالعجائب اللي عملها الحقيقه انه معجزه شق البحر وانقاذ الرب للشعب بالطريقه دي ما ابتدتش من يعني مش مش هي دي المعجزه الوحيده. يعني الضربات العشر على مصر لو بصينا لهم هتلاقيهم معجزات غير عاديه. شعب الرب شهد هذه المعجزات وشهد حمايه الرب في وسط هذه الالام اللي كان بيمر بيها شعب مصر. و وبعد الخروج بعد ما خرجوا من ارض مصر قد ايه ربنا تعامل معاهم اكلهم وشربهم و وشق طلع من الصخره مياه علشان يشربوا وبعت لهم المن علشان ياكلوا ويشبعوا وهكذا كل ما كانوا يطلبوا كان الرب بيديهم حتى وهم بيتذمروا كان الرب بيديهم في مشهدين هنا او معنيين لما الرب بيقول ما تبصوش الماضي في معنيين بيقول كده في المعنى الاول بالنسبه للشعب بالنسبه للناس اللي عمل معهم معجزه بيقول لهم انتوا منبهرين بكل اللي عملته لا لسه في حاجات اكتر كتير لان دي كانت خطوات على الطريق لكن مازال امامكم افضل الرب في الايات دي ما اتكلمش عن انتوا عملتوا وعملتوا قال انا صنعت انا حمتكم، انا حبيتكم انا اعطيتكم لكن هناك افضل افتحوا عينيكم لاني هاخدكم الى اعماق لم تتخيلوها في الحقيقه انا ارى انه هذا ما صنعه الرب معنا في قناه الحياه وانه من تكرار الرب للايه دي في يعني في بدايه السنه بالشكل ده وفي التحضير للبرنامج ده وانا بفكر في اللي الرب هيعمله في السنه الجديده الحقيقه ان انا شايفه انه ده مش بس وعد بالعكس ده دي كمان بل, بل, بل ان دي كمان نبوءه لما سيكون احنا صدقنا الرب في المعجزات اللي عملها علشان القناه دي تبتدي وتشتغل بطريقه اللي الرب استخدمها بيها كانت معجزه القناه دي كانت معجزه وما زالت معجزه وما زال الرب بيستخدمها بقوه تفوق تخيلاتنا احنا العاملين الـ الـ يعني اللي احنا في وسط العمل ف يعني بالرغم من التشجيع الغير عادي بالنسبة لنا اللي احنا بنشوف في عمل الرب الدائم وتشجيعات الرب الدائمة مع يعني مع الضغوط الكثيرة والمهام الكبيرة والاهتمام بكل ما يجب أن يملأ حياة العابرين يعني مش بس البرامج اللي بنقدمها لكن في حاجات كثيرة. انتوا محتاجينها احنا متداخلين فيها وحاطين ايدينا فيها وبنصلي من اجلها وبنبني علشان خاطر يكون هناك مستقبل اكبر للخدمه ولحياه الاشخاص اللي الرب بيجيبهم فبالرغم من كل ده ربنا بيقول ان هناك مستقبل اكبر في اسم يسوع وفريق يعني يزداد وينمو في محبة الرب فيزداد العمل بركة أيضا. خلينا نشوف الآية اللي بعد كده وهي من نفس الإصحاح الآية بداية من الآية خمسة. وأيضا وأنا بفكر في بدايات قناة الحياة يعني الآية دي تنطبق كتير على الرؤية الأكبر لخدمة أكبر. الرب بيقول هنا لشعبه لا تخف فاني معك من المشرق اتي بنسلك ومن المغرب اجمعك يا جماعه احنا شفنا ده شفنا ان رب الرب النهارده بيجيب عابرين وعابرات من المشرق ومن المغرب من اماكن لم نكن نتوقعها بنسمع من بلاد عمرنا ما كنا سمعنا انه دخلتها كلمه الرب بيدوا شهادات انه الرب لمسهم والرب غير حياتهم وهم الان شهاده مكان مكانه الرب بيقول انه دي قوتي انا مش اللي انتوا بتعملوه دي قوتي انا دي بركتي انا فبيقول كده اقول انا للشمال اعطي والجنوب لا تمنع ائتي ببنية من بعيد وببناتي من اقصى الارض العمل ده مركز على انه الله قلبه انه يأتي ببناته وابنائه من كل مكان بيقول كده بكل من من دعا باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. كم مره الايه بالذات مهمه جدا في عملنا. آه لانه الحقيقه بيكلمني عابرين كتير بيقولوا ان احنا متألمين و... وانه آه آه عندنا اضطهادات كتيره لكن لازم نفتكر انه كل شيء بتمر فيه بحيات في حياتك ان اعطيته للرب وقلت له يا رب استخدم ده المجد اسمك هتبقى بتنفذ مشيئة الرب اللي خلقك وصنعك لمجده فحتى الألم تستخدمه لمجد اسم الرب الآية 8 بتقول أخرج الشعب الأعمى وله عيون والأصم وله أذان أنا شايفة أنه لسنين طويلة لمئات السنين كان أهلنا المسلمين واللي أنا منهم واللي انتوا يا اللي يعني بتسمعوني منهم النهارده لم يكن لهم مجال انهم يشوفوا المسيح في من حولهم او يسمعوا لكن الرب هو اللي اللي جعل الاعمى يبصر واللي فتح الاذان وفتح الافواه علشان تكون لمجد اسمه دي من الحاجات من الصور الاكبر اللي انا شايفاها للمستقبل في السنة الواحد وعشرين يعني السنة دي عشرين بعد كده في واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثين واربعين إلى أن يتم عمل الرب من خلال قناة الحياة كفريق عموما كخدمة كبيرة خليني نشوف الآية من بداية من الآية عشرة الآية دي مسؤولية ودي مسؤولية أخدناها على عاهلنا كخدام الرب كبنات الرب كمدعوين باسمه أنتم شهود يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا أنا الرب وليس غيري مخلص بداية الآية ونهاية الآية هو نفسه اللي قاله الأخ هارون في بداية البرنامج ايوه انا واحد من مؤسسين قناه الحياه ولكني شاهد للرب وهكذا نقول كلنا وهكذا نعطي المجد للرب لانه بيقول انتوا شهودي بس افتكروا انه ليس غيري مخلص نحن نشهد ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد الذي خلصنا وغيرنا ونقانا واهلنا واعدنا واحنا المصدار وغير الموجود كلنا 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 نشهد ان العمل عمله وليس غير مخلص بشكرك يا رب لانه دي شهاده ليك بشكرك على امانتك بشكرك على العمل اللي انت عملته في عشرين سنه ولكن بشكرك على العمل اللي انت بدأته فينا من سنين طويله دعوتك يا رب لانه انت عايز تستخدمنا كنور لجميع الامم انا بشكرك رب من اجل قناه الحياه من اجل اخواتي في الفريق من اجل كل واحد وواحده باساميهم يا رب منهم خلف الكاميرات منهم في القياده منهم يقودون برامج هامه يا رب احنا كلنا امامك ما عندناش حاجه مهمه نقولها ولكن بسألك يا رب إنك كما صنعت هكذا تصنع أيضا تستخدمنا وتستخدم أفواهنا وأفكارنا وقلوبنا وحياتنا وبيوتنا وخدمتنا لمجد اسمك ومجد اسمك فقط في اسم يسوع أصلي أمين ما أم فيش أروع من إننا ننظر لله ونقول يا رب إحنا نصدق إنه ليس غيرك مخلص الجزء الثاني من حديثي معاكم النهاردة يعني هو حديث شخصي بقى وليا قبل ما يكون ليكم يعني الله لازم يعمل فينا حتى نشارك ما صنع مش اللي احنا بنفكر فيه يعني موضوع الحلقة النهاردة مش فكرة هو حياه موضوع امانه الرب معانا ووعوده للقادم مش فكره هي حياه مع اله دائما يجدد في اولاده دائما يعطي فرص دائما يضيف امكانيات اكبر دائما يفتح ابواب دائما يمهد طريق دائما يجعل في البريه طريق وهكذا اللي كان منذ الازل هو نفسه هذا الاله الذي لا يتغير الامس واليوم والى الابد فزي ما بقول الموضوع ده الشخصي بقى تعالوا نبص لانفسنا احنا لنفسي وليكم علشان نبتدي من مكان امين مع الله لنفسي وللعابرين ولكل من يريد ان يعيش مع الرب بامانه عايزه ارجع ابص تاني للايه آه 18 و19 نقراها تاني وبص آه الـ الـ الايه اللي بعد كده اللي هي سلايد سبعة آه اقراها بقى من من منطلق خبرتك الشخصيه اما الرب بيقول لك لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتاملوا بها دي ممكن نتكلم فيها بطرق كتيره جدا المعنى الآخر للآية دي بقى أنه الرب كان بيقول, بيقول لشعب إسرائيل ما تعودوش تبصوا للمعجزات اللي أنا عملتها فقط أو أيضا ما تبصوش للخزلان اللي انتوا يعني وقعتوا فيه الاتنين ما تبصش للماضي باللي وقع وباللي قام مش دي النقطة لكن اتعلم منه والنقطه الاهم انك تتعلم اني عندي مخرج فحقول للعابرين على الطريق زي ما شعب الرب كده ربنا كان بيتكلم معاهم لانهم شافوا معجزات وكان ليهم ردود افعال متباينه يعني, يعني اللي اخطا واللي مشي بامانه يعني الاثنين كانوا موجودين في شعب في شعب الله أغضبوا الرب كثيرا ولكن في منهم اللي عاد وتاب ورجع إلى إلى حضن الرب مرة مرة تانية خلينا نطبق ده على العابرين إحنا عندنا متاعب كثيرة وإحنا بنبتدي مع ربنا إن إحنا نفهم مفهوم الانتقال إلى الحياة مع الله الأول بنبقى فرحانين قوي بالمعجزة المعجزة اللي ربنا عملها، سواء كنت شفت رؤية ولا ربنا ادالك فهم بصورة عميقة لكلمته، النقلة دي بتاعت إنك الآن أنت ابن الله، دي نقلة هي في حد ذاتها معجزة. أوكي؟ لكن مع ده إحنا بيبقى عندنا في اختلافات كتيره في قصصنا في حاجات بنقع فيها حاجات بنتكسر فيها بعد كده او في حد مثلا يقول لك لا ده انا عديت بقى انا مع المسيح وخلاص فما يجتهدش انه يغير حياته وينمو كل يوم في يعني معظمنا بيمر بالامور دي في حياتنا كمؤمنين من خلفيه الإسلامية عندنا مثلا مصاعب خسارة الأهل أو صعوبة إعلان الإيمان أو أنه الكتاب المقدس يكون متاح لنا في الدراسة يعني في تباين كبير ما بين حد عايش في السعودية وحد عايش في الكويت وحد عايش في مصر حد عنده مؤمنين حواليه أو حد ما عندوش النهاردة كنيسة اليمن كنيسة كبيرة ولكن أيضا تعاني كثيرا من الاضطهادات والحرب التشديد على المؤمنين بص لكنيسة الجزائر يعني معاناة مختلفة تماما ولكن معجزات مختلفة تماما انه يكون في كنيسة في, الجز... في الجزائر دي معجزة ولكن الصعوبات اللي مرت بيها كنيسة الجزائر ايضا آآ آآ شفنا فيها يد الله ولكن المؤمنين عانوا فيها في معاناة في صعوبات. في مؤمن بيستجيب بطريقه معينه للمعاناه دي يلزق في ربنا اكتر وفي مؤمن بيقع ويتكسر كلنا بنقع ونتكسر. في مؤمنين ما شافوش كتاب مقدس وما عندهمش مش متاح انا كتير آآ آآ ناس بتبعت لي ببعت لهم لينكات للكتاب المقدس بقدر ما الـ الـ الميديا اتفتحت انه يكون عندنا طرق اكتر نبعت الكلمة بطرق مختلفة إلا أنه في أماكن لحد دلوقتي ما احناش قادرين نبعت فيها الكتاب المقدس مقروء فببعته مسموع فببعته مرئي يعني بطرق مختلفة أو بنحاول لكن في عابرين بيمروا بده ومع ذلك رحلتهم مع الرب مستمرة وبتنمو أم فإحنا كلنا بنشترك في رؤية المعجزات الإلهية زي ما شعب إسرائيل شاف وانبهر وتبع الرب ثم أخطأ وبرد وحب وبرد حبه لربنا واكتفى بقدر معين لو أنت كعابر أو أنت كعابرة في المرحلة دي أو أنت كمؤمن على فكرة الحكاية دي مش يعني مش مش للعابرين بس لكن للمؤمنين عموما يعني من خلفيات مختلفه لو انت في المرحله دي اكتفيت بمرحله وقفت عندها او مثلا نجاتني لي فكره يعني شخصيه اشارككم بيها في المعجزات اللي عملها ربنا في حياتي يعني ما اقدرش اعدها بصراحه يعني وجوده وحضوره تغطيته لكل احتياجاتي انا والاولاد اللي صنعوا في حياه اولادي ما يصنعوا في الخدمه اولادي في الايمان يعني انا محاطه بمعنى حقيقي للحياه مع اله المعجزات لكن اقول لكم حاجه من يومين ثلاثه وقفت في موقف صعب وبعدين حسيت ان انا عايزه يعني عايزه اصلي بقى عايزه اقعد اتكلم مع ربنا جات لي فكره كده كل شويه حاضر ربي اكلم ربنا في الموضوع ده يعني يعني معقوله هيفضل يعمل معجزات كده على طول صدقوني بالرغم من اني يعني عارفه ان الله لا تتوقف معجزاته ولكن الشيطان جاب الفكره دي يعني انت هو ربنا فضيلك انت لوحدك اه اه ربنا فضيلك انت لوحدك ربنا شايفك انت في عز احتياجك بقدراته الالهيه وبغناه لانه انت غالي عنده وانه عينه ما بتتشالش من عليك وانك ما بتقعش من ايديه كل دي وعود مش وعود رمزيه ولكنها وعود حقيقيه ف وقفت قدام الرب وتبت عن الحكايه دي ولازم يعني يمكن عديت بيها عشان اقدر اشارككم بيها لكن انا عارفه انه من صنع بالامس ومن ومن يصنع اليوم يصنع غدا. لانه بكره افضل. لو انت في المرحله دي لو انت في المرحله دي ما تكتريش ذكريات الماضي وتقفي عندها بل نتطلع الى عمق اكبر مع الله. انا عايز اصلي في الحته دي لان يمكن دي الحته الاكثر اللي يعني بنتعثر فيها كمؤمنين، هموم الحياه ممكن تاخدنا. آآ آآ عدم ثقتنا في نفسنا ممكن تاخدنا، عدم ثقتنا او عدم فهمنا لكيفيه الثقه في الله. من اكبر الاشياء اللي بتعيقنا ان احنا نشوف ايديه في الموقف. رب انا بقول لك من اجل اخواتي اليوم. نعم يا رب أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. نعم يا رب أنت الله محبة اللي محبته لا تبرد ولا تتغير ولا تنقص ولا تلوم ولا تكسر ولا ولا تتباهى بما صنعت ولكن تقدم بعطاء بإغضاق على أولادك وبناتك يا رب. يا رب نسألك انك تبكت قلوبنا على كل خطيه حتى اننا نعود امامك كابنائك وبناتك المحتاجين الى شفائك يا رب يا رب بسالك انه تفتح عينينا على ما يعيقنا في الطريق فننمو الى الامام معك فنتغير الى صوره المسيح الى عمق اكبر معك يا رب يسوع السنه دي عمق اكبر للمؤمنين في اسم يسوع السنه دي معرفه اوسع للعابرين بمحبتك اللي يعرفوك وقوه قدرتك في حياتهم يا رب ومحبتك ليهم في اسم يسوع لكل المجد خليني اشوف السلايد اللي بعد كده في كورنثوس الثانيه خمسه الرب بيقول ده المعنى بقى الثاني اللي نفسي انكم تشوفوه في الايات اللي كانت في اشعياء ثلاثه واربعين لما الرب بيقول ها انا ده صانع امرا جديدا اذا حطيت ده على نفسك كشخص ايوه ربنا عملك انسان جديد لانه ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الاشياء العتيقه اللي, اللي ربنا عملها ولا اللي الشيطان عملها في حياتك ربنا عايزك تعرف انك كل يوم متجدد لكن الانسان العتيق اللي هو الانسان المرتكز على ذاته اللي عايش في الخطيه ايضا قد مضى انت حتى وانت بتخطئ اليوم انت انسان جديد في المسيح تخطئ فتتوب فتنمو فتقترب من الله اللي واقف جنبك هو بيسيبكش خطيتك تبعدك عنه لكن خطيتك لا تعيدك الى الانسان العتيق الا اذا انت سمحت في بعض الناس يقولك لك انه الانسان العتيق ده موجود هو 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 موجود فيك وخاصه يقولوا الكلام ده للعابرين الانسان العتيق طلع انت خليقه جديده اخطائك لو انت عايش مع الله تتوب وتقوم لا تشمتي بي عدواتي لاني ان سقطت اقوم اقوم في المسيح اللي مغطيك وده لا يعني انه ترتاح في الخطيه لان اللي بيرتاح في الخطيه يبقى من الضلمه مش من النور لكن انا بكلم اولاد الله اللي قلبهم ي... 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 يشوكهم كده يعني بالبلدي لو لو حاسين انهم في حاجه في حياتهم بعداهم عن ربنا كون وكوني ده قولي له رب أنا مش عايزه ابعد عنك ولا ثانيه انا عايزه كل حاجه قديمه فيا انت مسحتها ما ارجعش افتكرها لكن انظر الى الامام واقول هو ده الكل كان صار جديدا فيك انت يا رب ليه ربنا عايزنا يعني آآ 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 ننمو للامام لانه عنده كل يوم جديد لحياتك الحياه مع المسيح بتعلمنا انه انا لم اعد انا بل اماني هي انسان يستخدمه الله ابنه الله المستخدمه لمجد اسمه في كل الاحوال انا ما بقتش مهمه عندي وأنت وأنتي كمؤمنين النهاردة لازم تفتكروا ده قبولكم المسيح في حياتكم أنتم أصبحتم صورة الله والله العامل فيكم يستخدمكم كصورة لي فما بقتش أنت بقت بقى المسيح اللي فيك اللي لازم يظهر في كل وقت مهما أخطأت الرب له مخرج عنده مخرج ليك علشان تنمو و و و وتصبح اداه مستخدمه في ايد الله يا ترى بتصلي انا بقول للعابرين مثلا انت بتصلي بتقول له رب انا عايز اكون مستخدم لمجد اسمك انا عارفه كتير منكم بيتصلوا بيا يقولوا انا انا عايزه اخدم ربنا انا عارفه ان ده يعني رغبة حقيقية لأنكوا ربنا نور قلبك فتبقى عايز تدي للي حواليك لكن أنا عايزاكم تصلوا بصورة أدق كمان السنة دي يا رب وريني اجعلني أداة مستخدمة في إيديك اجعلني سهم مبري ضد العدو أداة مستخدمة في إيديك لمجد اسمك كل واحد مننا يخدم في مكانه تخدم كدكتور، تخدم كمهندس، تخدمي كطبيبه، تخدمي كمدرسه، تخدمي كأم، تخدمي في وسط عيلتك حتى وانت مسل... مسيحيه في وسط عيله مسلمه. بفتكر انه في وقت من الاوقات انا ما كنتش قادره اشارك اولادي عن المسيح بس كل اللي قدرت اعمله ان انا اقول لهم انه دي مش صوره الله الحقيقي. الله قلبه ليكم كذا. في اي موقف كنت احس ان هم خايفين من الله كنت بقول لهم ما تخافوش منه لانه ربنا بيحبكم ما فيش حاجه في الاسلام بتقول ان ربنا بيحب الـ 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 الانسان كنت بقول لهم ان هم اولاد ربنا كنت بقول كده وعلشان كده ربنا فتح قلوبهم ولما الرساله وصلت قدروا يربطوا الامر ويفهموا إنه اه ماما كانت بتتكلم عن عن الإله ده مش الإله ده. الله يستخدمكم كل واحد وواحدة فيكم في المكان اللي أنتوا فيه بقدرته ومحبته وقوته وإنه مش لا لا بفهمك ولا بقدرتك ولا بقوتك ولكن بروح الرب كما وعد. الله عايزنا ننمو خلينا نرجع تاني نشوف السلايد اللي فات ده لو سمحتوا الله عايزنا ننمو علشان هو كما يعد الحياة اليومية اللي هي على فكرة تقدم من يوم ليوم لو انت عندك الرغبة والإرادة انك تشوف اللي ربنا بيعمله الى الصورة الأكبر بقى لما الرب يجي في يعني في أشعية 56 65 أنا بقرأ العربي والإنجليزي ملخبط بيقول كده لاني ها انا ذا خالق سموات جديده وارض جديده فلا الأولى تغ... تذكر الاولى ولا تذكر الاولى ولا تخطر على بال في سفر الرؤيا برضو الرب بيتكلم عن نفس الفكره انه في سموات جديده وفي ارض جديده الرب بيعدها لمين لينا اولاده وبناته المستخدمين لمجد اسمه اللي عايشين معاه اللي, هت... اللي هنعود فيها بقى نعيش بالصورة اللي ربنا اللي كانت في ذهنه من الأول اللي فيكم يذكر الحلقة الأخيرة مع الأخت سوزي منير كنا بنتكلم على على صناعة الإنسان الله كيف يصنع الإنسان وفكرته الأولى أنه عايزنا عايز يرجعنا إلى محبته الأولى عايز يرجعنا إلى فكرته الأولى عن العلاقة بيننا وبينه الله يعد لنا الآن ويعد لينا في المستقبل فما تقعدش متعلق بالماضي ما تخليش عينيك تفضل متعلقه بالماضي. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. السلايد اللي بعد كده بقى بيقول الرب فيه انا انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا أذكرها ذكرني فنتحاكم معا حدث لكي تتبرر الفكره دي هي اللي أنا حابه إن أنا يعني أختم بيها معاكم أنت شايف المستقبل مع الله إزاي؟ خاصة للعابرين والباحثين ويمكن أي حد من ديانة مختلفة أو ملحد أو أي أي شخص بيسمعني النهارده ممكن يكون بيفكر انا مش عارف مستقبلي اه ايه ممكن حد يقولك انا اعمل مستقبلي بنفسي يعني مفيش مشكله نجحت في في الماضي هتنجح في اللي جاي ده ده سؤال يعني على حسب كل واحد بيسمعني النهارده انت مكانك فين انت المرحله اللي انت فيها ايه هل المرحله اللي انت فيها هي مرحله اه اه ندم بتقول لربنا انا يا رب بعد ما امنت انكرتك انا يا رب بعد ما امنت بعدت عنك انا يا رب بعد ما امنت عملت خطايا كتيره اخترت طريق لا يناسبك على فكره انا عملت كل ده الى ان حقيقه امتلك قلبي الرب وبصيت للماضي في وقت من الاوقات وقلت له يا رب يعني معقوله انت هتمحي كل ده فالرب بيأكد لك وبيأكد لي النهاردة أنا الماحي ذنوبك لأجل نفسي لإني قلت أني سأتمجد فيكم لإن أنا اللي قدمت ودفعت الثمن عنكم أنا أمحي ذنوبك لأجل نفسي لإني بحبكم فلأجل نفسي همحي ذنوبك ولاني انا الوحيد اللي يقدر يعمل كده وبعدين يقول الكلمه اللي اللي انا يعني فرقت معايا كتير خطاياك لا اذكرها فتيجي انت كمؤمن ومؤمنه النهارده تقف قدام الرب وتقوله يا رب انا اسف او انا اسفه اني انكرتك فالرب يقولك لك خطاياك لا اذكرها اهي اتمسحت فترجع تاني تقول له يا رب انا اسف ان انا انكرتك فيقول لك انت انا مش فاكر امتى ده حصل. يعني سامحوني ده تمثيل بسيط لكن هي دي الصوره. في حاجات كتير في حياتي قلت له يا رب من فضلك امحيها من ذهني. انا عارف انك سامحتني بس امحيها من ذهني امحي الالم اللي بيجي لما اعرف ان انا المتك بهذا الشكل. كسرت العهد بهذا الشكل. فالرب فعلا محاها من من ذاكرتي حاجات كتيره لو حد اتكلم فيها ببقى مش فاك... مش فاكره هما بيقولوا ايه لكن عندي سلام لاني اخذت غفران من الله من من اللي بيقول لي انا مسحت خطاياكي عشان خاطر مجد اسمي عشان خاطر انا اللي دفعت الثمن وان يرجع يقول ذكرني فنتحاكم معا حدثني لكي تتبرر اقعد قدامي لو انت الخطيه اللي في حياتك دي مسكاك وانت الخطيه اللي في حياتك مسكاكي ومش عارفه تخرجي منها ربنا بيقول طب تعالي كلميني حطيها قدامي علشان أقولك ايه اللي ماسكك في الخطيه دي واقول مصدرها ايه واقول علاجها ايه واقول تبريري ليكي ايه تحدث لكي تتبرر واخدين بالكم انه الفرق بين الحياه اللي ربنا اداها لكم النهارده اولاد الرب والحياه اللي كنا فيها في في الاسلام كنا نعمل الخطيه او نعمل ما يغضب الله حسب ما, ما يعني كنا فاهمين انا هقول بصراحه ما كانش عندي ضمير حي يقول ان دي خطيه فتوجعني يعني ولا حاجه هي غلطه هدفع ثمنها واخلص. يعني عارف مش زي زي عيل غلط غلطه كسر كوبايه كوبايه لا تعني له شيء فهو خلاص هيتعاقب وخلاص ودفع الثمن والحكايه خلصت. خد علقه بقى ولا خد له كلمتين الحكايه خلصت. إحنا كنا بنتعامل مع الله كده لكن أنت الآن ابن وأنت الآن ابنة المسيح بتتعاملوا مع الله الحي بضمير حي فالخطية بتوجعك إذا ما كانتش خطيتك بتوجعك لازم تقول للرب وتتحدث معاه عن ده علشان يبقى ضميرك قلبك حي لو ما كانتش خطيتك بتوجعك يبقى في عيب في محبتك لله لان خطيتك بتفصلك عنه فربنا بيقول مش روح ادفع حاجه ولا اتبع خروف ولا ادي حسنه للمحتاجين لا ده ربنا بيقول تعالى حدث لكي تتبرر حط خطيتك امام الرب النهارده حط كل اللي بيبعدك امام الرب النهارده امامه وقول له رب علمني أبتدي معاك خطوة جديدة من الآن ما تقوميش من مكانك ما تقومش من مكانك إن لم يكن في قلبك غفران وتحس بسلام الله إن كانت خطيتك إنك مش غافر لحد اغفر اغفر قول له ربنا بقدمها لك أنا مش قادر أغفر بس أنت تقدر إذا كانت خطيتك خطية جسدية خطية جنسية خطية فكرية كل ده لا يستطيع ان يقف امام دم المسيح اللي مات عنك، اللي بيقول انا أبر... انا أ... انا بعمل كده من اجل نفسي لاني حبيتك لاني بحبك لانك ابني لانك مني فاوعى تخلي الشيطان يحبسك في الماضي فتبقى انسان تفضل بيبي في المسيح أو يخليك محبوس في خطاياك وانت أمامك الباب يسوع المسيح قال أنا هو الباب من خلالي تدخل وانت قدامك الشفاء دم يسوع المسيح اللي جه علشان يشفي منكسر القلوب اللي محبته وسماحه او سمحته معانا ما فيش حاجه تضاهيها ما عرفناهاش مع اهالينا يمكن ما مع مجتمع معرفناهاش مع آه يعني ثقافات كتيرة بنعيش فيها ما فيهاش تسامح ولا سماحة ولا محبة ولا غفران لكن في المسيح أما بتعيش معاه بتبقى أنت المصدر لده في مجتمعك لأنك بقيت صورته فخليه ينقي فيك يومياً ما فيش حاجه تقف امام دم المسيح المساله انك لن تاتي امام الله معتمد على بعض المعجزات اللي حصلت في حياتك لا انت تاتي امام الله معتمد على دم المسيح اللي هيغطيك مش المسيح وحاجه تانيه معاه هو المسيح فقط لو كانت يعني عندي صلاة ليكم فصلاتي انه الله يعرفكم المعنى الحقيقي للاشتياق للقرب منه يا رب انا بصلي انه السنه دي قد ما أنا شايفة الأمل والبركات والفرح القادم وعملك في وسطنا وعملك في وسط أخواتي على الأرض رب أنا بصلي أنه في اسم يسوع تضع هذه الصلاة على قلبهم أنهم كل يوم يطلبوا القرب منك يطلبوا المعرفة الأعمق أنك تأخذنا إلى أعماق أكبر من معرفتك أنك رب تؤهلنا أننا نكون كأدوات مستخدمة في يدك بلا تدخل منا اشكرك على القادم واشكرك على ما فعلت في اسم يسوع اصلي امين